زائر على غرار متحور دلتا. سجلت بعض المستشفيات ارتفاعا في عدد المصابين، أغلبهم قد انتقل إليهم الفيروس عن طريق أطفالهم المتمدرسين حسب الخبراء. بين العوامل اللي هي تساهم في انتشار الفيروس بالطبع هو تواجد المواطنين في الأماكن المكتظة المغلقة، خاصة بدون وقاية، بدون ماسك، بدون قناع، وهذا لاحظوه في كثير من الأماكن والناس ما يلتزموش. ربما الأطفال في المدارس أيضا يقدروا يساهموا في انتشار الفيروس، ولكن تبقى وسيلة الحماية الأساسية هي الفاكسيناسيون باش نحاولوا كيفاش نحمي المجتمع. الخبراء أكدوا أن الأطفال يعتبرون نواقل فعالة جدا لفيروس كورونا، حيث يساهمون بشكل كبير في نقله للكبار والبالغين، ما جعل العديد من الدول الأوروبية والأمريكية تلجأ مؤخرا إلى تلقيحهم. الأطفال يعتبروا خطر كبير بالنسبة للكوفيد، خاصة ابتداء من متحور دلتا، لأنه ولو أنه يصابوا بالمتحور دلتا ولكن إصابات خفيفة جدا مقارنة مع البالغين، ولكن في نفس الوقت هم يعتبروا نواقل فعالة جدا للفيروس، خصوصا دي فيكتور ينقل الفيروس بشدة كبيرة أكثر حتى من البالغين، يعني لشارج فيرال في جسمهم تكون مرتفعة جدا، وهو ما يؤدي إلى نقل الفيروس إلى البالغين. ولهذا لجأت عديد من الدول مثل أمريكا وفي أوروبا إلى تلقيح فئات الأطفال. مع تزامن انتشار متحور أوميكرون وانطلاق الثلاثية الدراسية الثاني، يبقى الحل الوحيد للتقليل من خطر الإصابة بالفيروس هو أخذ الاحتياطات وتكثيف البروتوكولات الصحية والتوجه نحو التلقيح.